يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. حلقه جديده والسادس 24 ساعه بالتمام والكمال بتفصل بين نهايه حلقه وبدايه حلقه جديده كل يوم. والحقيقه يمكن ما بين نهايه حلقه وبدايه حلقه جديده دايما تلاقي كم مهول من الاشاعات. صرح مصدر مسؤول من قلب الاحداث وتلاقي اسماء واخبار غريبه الشكل وعجيبه اللون. الحقيقه يمكن كلام كتير جدا وما زلنا مستمرين طبعا في حاله من التكهنات الشديده جدا متعلقه بمستقبل الجهاز الفني للنادي الاهلي، وناس بتتكلم على موسيماني وناس بتتكلم على سباليتي. سباليتي دخل في الصوره كمان بقالنا 48 ساعه والحقيقه لا موسيماني ولا سباليتي. ومن الوارد جدا وانا بكلم حضراتكم في اللحظه دي انه فايلر يكون مكمل معانا السيزون لغايه اخره. على كل الاحوال عشان ما نتكلمش كتير في موضوع الجهاز الفني وكما سبق واعلنت اداره النادي الاهلي ان الموضوع ده هيحسم بشكل نهائي وهيتحدد يوم الخميس، خليني اقول لحضراتكم انه للاهلي بيشتغل عليه او لاداره النادي الاهلي والقائمين على ملف الجهاز الفني بيشتغلوا عليه هي مجموعه معايير بيحطها النادي الاهلي، وبناء على هذه المعايير تتفق مع رؤيه النادي في المستقبل بيتم تجهيز ملفات لعدد كبير جدا من الاسماء. ومن الوارد انه كل من الوارد مش من الوارد ده احتمال كبير جدا انه الاسم اللي هيتولى المسؤوليه بعد نهايه ولايه فايلر اللي قد تستمر حتى نهاية بطولة أفريقيا انه يكون اسم طبعا غير الأسماء المطروحة كلها.